في اول يوم رمضان ده كده عاده لازم كلنا نقعد ايه، بنكون تابعنا من امبارح الحلقات الاولى بتاعه مسلسلات المختلفه، سواء اذا كانت مسلسلات الكبار، مسلسلات الاطفال، البرامج المختلفه وهكذا. فانا برضو يهمني جدا انكم تكتبوا لي انتوا تابعتوا ايه، او بالادق امبارح شفتوا ايه، النهارده هتشوفوا ايه، برضو هتكملوا متابعه لحلقات من اللي شفتوها امبارح. بيبقى العمليه بتاعت امبارح دي هي مساله ايه، يعني جس النبض كده، بنجرب، بنجس الميه، بنشوف ميه سخنه ميه بارده، هشوف المسلسل ده مش هشوف المسلسل ده، ده احلى من ده، ده مشوق ده مش لذيذ الى اخره. اتمنى ان تكون الوجبه الرمضانيه على مستوى الدراما والبرامج تبقى وجبه جيده وتبقى ممتلئه بالدسامه قدر الامكان، لانه كلما كانت الدراما دسمه كلما كانت لذيذه وظريفه ومحببه الى قلوبنا واذهاننا جميعا، وبتسهم كتير في صناعه وجداننا. انتوا عارفين طبعا احنا مصر عمليا، لو انتوا تفتكروا كنت يعني قاعد عمال بتذكر ان احنا يوم ما جينا عملنا مسلسل كرتون زمان، عملنا مسلسل كان جميل جدا 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 اللي هو مسلسل بكار، وهنا نخص بالذكر دايما في الراحله الدكتوره منى ابو النصر، وكان مسلسل رائع وعظيم. وكان جزء من حلاوه هذا المسلسل انه بي 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 بيشرك الاطفال والكبار في حاضرهم وحضارتهم القديمه عن طريق شخصيه الطفل الجنوبي الاسواني النوبي اخونا بكار. طيب نيجي نلاقي ان احنا عندنا مسلسل الحمد لله والشكر لله عاملينه دلوقتي اللي هو يحيى وكنوز. طيب مين كان معانا يوم الاربعاء ومنورانا على التليفون؟ الكاتبه والروائيه الاستاذه سماح ابو بكر، الكاتبه والروائيه منورانا. اهلا بيك يا استاذ يوسف واهلا بكل المشاهدين. ازاي الصحه؟ ده رمضان كريم قوي كده بقى. الله اكرم، ده انا اللي اسعد. حظنا حلو، حظنا حلو، حظنا حلو يا استاذه سماح. انا الاسعد، ربنا يخليك. يحيى وكنوز احكي لنا عليه. والله يحيى وكنوز انا الحقيقه يعني عايز اقول لحضرتك ان انا في منتهى السعاده النهارده وانا بتابع الحلقه الاولى منه. من زمان انا نفسي في كرتون يخاطب الاطفال يعني بشكل عصري، وفي الوقت نفسه اللهجه بتاعتنا المصريه الحلوه اللي الاطفال افتقدتها وهي بتتابع يعني حاجات اعمال مدبلجه مش بلهجتنا. صح. البسيطه كان من زمان نفسينا في حاجه زي كده. المسلسل الحقيقه انا اللي عجبني فيه انه اولا ابطال واطفال بيتكلموا بلغه سهله بسيطه، في سلوكيات لطيفه جدا ما بين الاولاد وبعضهم بيتعرض ليها بشكل مش مباشر وبشكل ما فيهوش التوجيه والافعل ولا تفعل، لا يعني اي طفل هيتفرج يحس انه مر بالموقف ده في المدرسه، طفل مع اخته ازاي بيتعاملوا في البيت. كمان حته ترسيخ الانتماء والهويه وانه يربط الاطفال بالاحداث الجميله اللي حصلت زي موكب المومياوات، وانه الاطفال المفروض انها تروح في رحله تحضر او تتفرج على الحدث الهام ده، ده شيء جميل جدا بيخلي الاطفال تبقى حاسه ان هي جزء من المجتمع، حاسه الاطفال ان هي مش بعيده عن الانجازات الجميله اللي بتحصل في البلد، لا هي يعني موجوده فيها وحاضره وبت يعني بتتفرج عليها وبتشاهدها، غير انه حسب ما شفت بقى في الاعلان يعني المسلسل انه كمان هيبقى فيه مغامرات لطيفه جدا بعد كده، الحضاره المصريه القديمه الجميله هتتقدم بشكل حلو. الحقيقه انا يعني سعيده جدا بيه وبشكر الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه انها الحقيقه تهتم انها تقدم عمل يعني راقي للاطفال على مستوى الاعمال العالميه اللي الواحد بيشوفها يقول يا ريت يبقى عندنا عمل مصري كده. احنا كده نبقى محتاجين اكتر في ان احنا ننتج النوع ده من الاعمال، الانيميشن ده مهم كي. جدا للاطفال ومهم للكبار بالمناسبه، انا بحب الانيميشن وانا خلاص يعني قربت اطلع معاش بس بحبه لا لا بصراحه. لا ربنا يوفقك يا استاذ يوسف، لا وفعلا مطلوب لانه الاسره كلها بتجتمع على العمل ده وبتتفرج، والاب والام نفسهم بيشوفوا نفسهم في الشخصيات اللي موجوده ازاي هم بيتعاملوا مع اطفالهم، هم كمان هيبقى عندهم يعني وعي ازاي يكلموا اطفالهم ازاي يتعاملوا معاهم، اللي بيشوفوا ده في المسلسل بيشوفوا ردود فعل الاطفال الطبيعيه جدا الطفوليه جدا اللطيفه جدا ما فيهاش توجيه مباشر، ودي اهم حاجه. صحيح. انا بشكرك جدا 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 الكاتبه والروائيه الاستاذه سماح ابو بكر، شكرا جدا على هذا التليفون.